انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. سيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هتعدى مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. هكمل النهاردة سلسلة حلقات رحوم الحرامي وخير الأرابوز. هتكلم الأول عن سفر نشيد الأنشاد وتفسيرات أباء وعلماء المسيحية، وبعد كده هعرض على حضراتكم تسريب من الأرابوز خيري بيعترف فيه إن رحومة ضحك عليه ومرضيش يديله الفلوس اللي وعده بيها علشان يسجل معاه ويشوه سمعتي، فكونوا معنا للنهاية. والحلقة دي برضو للكبار فقط، يعني اللي يشوفها يكون فوق سنه 30 سنة، وده علشان فيها ألفاظ وعبارات تخدش الحياة العامة. في البداية أحب ألفت نظر حضراتكم إن هذه الحلقة لكبار فقط، فنتمنى لمن هم أقل سنا نوما هادئا هانئا. أيوة زي ما حضراتكم سمعتوا كده، للكبار فقط، وأنا بضم صوتي لصوت الست دي وأقول لمن هم دون السن نوما هادئا. المهم تعالوا نعرف إيه هو نشيد الأنشاد ده. نشيد الأنشاد فهو عبارة عن ثمانية إصحاحات من قصائد الحب، هذا أعظم الأناشيد. وتخبرنا الكلمات الأولى أيضا بأن نشيد الأنشاد هذا هو لسليمان، مما قد يعني أنه الكاتب، إذ يفتتح السفر باسمه. ولكننا نكتشف مع قراءتنا للقصائد أن الصوت الرئيسي هو صوت امرأة تدعى المحبوبة، وعلى الرغم من وجود صوت رجل أيضا لكنه لا يبدو أنه لسليمان. تم ذكر سليمان عدة مرات في القصائد لكنه ليس المتكلم على الإطلاق، ويجب الاعتراف بغرابة ترشيح سليمان ككاتب للسفر رجوعا لحقيقة أن لديه 700 زوجة. يعني الكارثة الكبيرة أن النبي سليمان نفسه ما كتبش سفر نشيد الأنشاد، فكاتب السفر مجهول. والحقيقة دي موجودة في كتاب نشيد الأنشاد، أجمل نشيد في الكون، بقلم نخبة من رجال الكهنوت بكلية اللاهوت الحبرية جامعة الروح القدس، حيث يقول: نسب هذا السفر في الماضي إلى زمن سليمان الحكيم، بل إلى سليمان الحكيم نفسه على ما ورد في الآية الأولى من النشيد. لكن من يطالع السفر في لغته العبرية الأصلية يتبين لغة متأخرة تعود إلى العهد الفارسي، إلى القرن الخامس قبل الميلاد، بل إلى العهد اليوناني، إلى القرن الثالث قبل الميلاد، في حين أن سليمان ابن داود ملك على إسرائيل في القرن العاشر قبل الميلاد. وفي موضع آخر من الكتاب يقول: لكن من الواضح أن مؤلفها ليس سليمان. أنا بعتذر جدا لعرض فقرات من سفر نشيد الأنشاد اللي بيؤمن به النصارى أنه كلام موحى به من الله، لما يحتويه من عبارات وألفاظ خادشة للحياة، ولكن ما أنا إلا مجرد ناقل للموجود في الكتاب المدعو مقدس وتفسيرات لعلماء ورجال الدين المسيحي، والغرض ليس الاستهزاء بعقيدة الآخر، ولكن لفت الانتباه لأصدقائنا النصارى وأقول لهم فكروا قبل فوات الأوان، لأن الفرصة مش هتتكرر تاني ومحدش ضامن عمره، والقساوسة هيتبروا منكم يوم القيامة، زي ما عرضت على حضراتكم في الحلقة الماضية قراءة لبعض الفقرات الموجودة في سفر حزقيال. كمان هعرض على حضراتكم بعض الفقرات والعبارات الواردة في سفر نشيد الأنشاد للأستاذ رامي سمير فرج مينا باللهجة العامية المصرية. يبوسني بوز بقه لأن حبك أحلى من الخمرة. يا عمي عيب يا عمي، استغفر الله العظيم يا رب. شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، لفت المر حبيبي ليا،
على صدري يبيت. أهو أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر زي التفاح بين شجر الغابة. بالشكل ده حبيبي بين الولاد تحت ظله تمنيت أقعد، والثمرة بتاعته حلوة لزوري. دخلني البيت الخمرة وعلمه فوقي محبة، اسندوني بأقراص الزبيب، نعنشوني بالتفاح لأني عيانة حب. إيده الشمال تحت راسي وإيده اليمين بتحضني. وقت صوتك ممكن حد يسمعنا. نشيد الأنشاد 3. في الليل على سريري طلبت اللي تحبه نفسي، طلبته فما لقيتهوش. نشيد الأنشاد 4. أهو أنت جميلة يا حبيبتي، أهو أنت جميلة، عينيكي حمامتين من بين ضفيرتك، شعرك قطيع معيز مريح على جبل جلعاد، شفايفك خيط قرمز وبقك حلو. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. خدك فلقة رمان من بين ضفيرتك، رقبتك برج داوود مبني عشان الأسلحة، ألف ترس كبير متعلق عليه كلها تروس جبابرة، صدرك ولدين غزالة، توأمين بيرعوا بين السوسن. كلك جميلة يا حبيبتي، عيبة فيكي مفيش، قد إيه أحلى من الخمرة حبك، قد إيه أحلى من كل عطر ريحة دهنك. يا عروسة شفايفك بينقطوا شهد، تحت لسانك عسل ولبن. يا حلاوة هذا الدين، يا جمال هذا الدين. نشيد الأنشاد 5. دخلت جنتي يا أختي العروسة، قطفت مري ويا الطيب بتاعي، أكلت شهدي ويا عسلي، شربت خمري ويا لبني. قول يا شتموني قول. كلوا يا أصحاب، اشربوا واسكروا يا حبايب، حبيبي مد ايده من الفتحة جوايا تقوه عليه. ده دين يا ولدي، ده دين يخرب بيوتكم، ده دين. نشيد الأنشاد 7. قد ايه حلوة رجليكي بالنعلين يا بنت النبيل، دوائر في خيدك زي الجواهر، صنعت ايدين فنان، سريت الكاس متدورة ما ينقصهاش المخلوط، بطني كومة قمح متصورة بزهور السوسن، صدرك ولدين غزالة توأم، ادي قوامك شبه نخلة، وصدرك عن قدين، قلت اطلع النخلة امسك في اصول زعفها ويبقى صدرك عن قدين شجرة العنب. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ وريحة مناخيرك زي التفاح، وحنكك زي الخمرة كويسة، تجري لحبيبي دغري وتدوب على شفايف النايمين. أنا الحبيبي ولي اشتياقه. نشيد الأنشاد 8. يا ريتك زي أخ ليا، رضع من صدر أمي فلاقيك بره وبوسك. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. وما يكسفونيش وامشي قدامك وادخل بيك لبيت أمي وهي تعلمني، فسقيك من الخمرة الممزوجة
من خمرة رماني كويسة. عندنا أخت صغيرة ما عندها صدر، نعمل إيه لأختنا؟ يوم عليها يتكلموا. هل هذا هو الدين الذي نريده؟ يريد الإنسان أن يعتنق ويفكر فيه ويقول هذه عدالة من الله؟ أكيد ما ينفعش يا رشيد إن أي إنسان عاقل وبيفكر يعتنق دين بالشكل ده. والتفكير العقلاني خلى فتاة تترك المسيحية لما سمعت العبارات الموجودة في سفر نشيد الأنشاد، وبدأت تسأل عن معنى الكلام ده إيه، فقالوا لها الكلام ده بيخاطب الروح. أما عن نشيد الأنشاد أقول لك يا حبيبي، أنا يمكن اتكلمت قبل كده لكن أحب أفهمك كلمتين. نشيد الأنشاد بيبتدي بيقول نشيد الأنشاد الذي لسليمان، ليقبلني حبيبي بقبلات فمه. طبعا في مخك انت الجنس، في مخك انت الجنس، ده واحد بيبوس واحدة في بقها، يا نهار اسود مكسوف يقول الكلمة هو. لكن هقول لك يا حبيبي، انا احكي لك حكاية وافهم كلامي، افهم كلامي، لان بيقول قارنين الروحيات بالروحيات، والمكتوب بالروح لا يفهم الا بالروح، لا يفهم الا بالروح، والروح لا يعمل في انسان غير مؤمن بيسوع المسيح. مش هو كلام روح يا ابونا زي ما بتقول؟ المفروض يتكلم الروح، هو كده الكلام كده مش بيتكلم الروح، الكلام كده بيتكلم الشهوات، بيتكلم الشهوات والغرائز. بس تقدر تقف في المواصلات وتقول نشيد الانشاد وتقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم؟ تقدر تقف في المواصلات وتقول دوائر فقدايك مثل الحلال قدام الناس دي كلها كده هو؟ تقدر تتكلم وتقول سرورتك وبطنك وبطنك صبرت حنطة مسيجة بالسوسن وسديجة خشفتي ضغط توأمين زي ما بتقرا؟ لان هو كده مش بيكلم الروح، مادام هو ما دخلش على الروح يبقى ما بيكلمش الروح. انا مش كل واحد هقف اقرا عليه نشيد الانشاد يا ابونا هقف اقول له افهمني غلط، صديقي ليها معنى روحي وفرديك ليها معنى روحي وبطنك ليها معنى روحي؟ ما ينفعش ما ينفعش. قلت له يا ابونا الكلام دوت لو واحد سمعه، عايزين ان احنا نبشره بالمسيح وسمعه عمره ما هيقبل الكلام ده، قلبه هيتقفل كده بالطبلة والمفتاح كده وعمره ما هيقبل الكلام ده وعمره ما هيقبل المسيح مهما فسرنا. اما بقى زكريا بطرس فسر نشيد الانشاد بطريقة كوميدية جدا، قال ان السفر ده بيتكلم عن علاقة بين عريس وعروسه. طب اتسابونا بس، نشيد الانشاد بيتكلم عن عروس وعريس، كمسلم واحد مسلم هيفكر مين هو العروس والعريس دوت؟ لانه ده غزل مش عفيف حتى. وارد يعني. وارد الكلام يعني. قلنا ان سفر النشيد يمثل العلاقة الحبية المقدسة بين الله والنفس البشرية المتيمة بعشقه، فشبهت النفس البشرية بعروس وشبه الله بالعريس. هل هذا هو الدين الذي نريده؟ يريد الإنسان أن يعتنق ويفكر فيه ويقول هذه عدالة من الله. وتعالوا نشوف ونسمع الرأي اللي أجمع عليه علماء المسيحية في تفسيرهم لسفر نشيد الأنشاد. نسمع تسجيل صوتي منهم برضو من الكنيسة المصرية بتقول إيه على نشيد الأنشاد. عن تونس فكري اسمعوا صوتين. هو نشيد الحب، بس هم طبعا كانوا عارفين ان في الفاظ متعبة مستمر، ولذلك كانوا يمنعوا قرايته لأقل من 30 سنة، عشان يعني طبعا أقل من 30 سنة تبقى الشهوات يعني شديدة في الإنسان، ولما يقرأ كلام زي كده ممكن يتعب، عشان يعني هواس يقرأ يتعب، يقرأ كلام الله يتعب. ده المفسرين المعتمدين في الكنيسة المصرية، يعني أنا بلد الكنيسة النهاردة. زكريا بطرس ابو العربي شلومي على صدري لا اقطعه، ماذا يقول على نشيد الانشاد؟ وسفر نشيد الاناشيد او نشيد الانشاد اي اسمى نشيد في الوجود، له مفاهيمه الروحيه العاليه حتى ان معلمي اليهود قديما
كانوا يحرموا قراءة هذا السحر لمن هم دون الثلاثين سنة. يعني نفس الكلام يلا تدرس يعقوب ملطي، هو نفس الكلام اللي قاله القمص أنتونيوس فكري، هو نفس الكلام اللي أكده مين؟ زكريا بطرس، أن اليهود منعين أن شدة الاختبار فقط أقل من 30 سنة فعش أقرأ كله بالتاريخ. اللي هم من 30 سنة ما كانوش يسمحوله بقراءة هذا السحر لا يتعثر في معانيه، ولهلا يفهمه بطريقة جدلية. وبكل أسف شديد لا زال يعني عن طريق الجسد، يعني كتاب محتاج شفرة، كتاب محتاج يعني تروح للأمن ويتكلك الشفرة بتاعته عشان تقدر تفهمه مفتاح الشفرة. إلى الآن عينات أولئك المتعثرين الذين يبحثون عن العثرات، يا مناس بيدوروا وبيقروا سفر نشيد الأنشاد كمادة غنية لطلبات الغرام، مادة غنية لطلبات الغرام. الروح القدس اللي هو كتب كل الكتاب حط هذا النشيد حتى نتعلم دروس رائعة عن الحب والجنس بطريقة صحيحة. يا حلاوة هذا الدين، يا جمال هذا الدين. المشكلة الثانية عند الناس الذين يجدون صعوبة في سفر نشيد الأنشاد هي نظرتهم لمسألة العلاقة الجنسية الحميمة والتي شرعها الخالق لتكون في إطار الزواج. إنهم ينظرون إلى هذه العلاقة على أنها شيء دنس لا ينبغي أن يحويه كتاب الله، لكن تظل العلاقات الرومانسية، العلاقات العاطفية، بل العلاقات الجنسية كما شرعها الخالق شيئا جميلا بديعا يصلح أن يستخدمها الروح القدس ليشير بها إلى علاقة أعمق، علاقة الإنسان مع خالقه. خد عندك بقى اسمع بقى اللي جاية دي، يعني يقبلني يبصني في بقي نشيد الأنشاد سفر جنسي جنسي والكلام حرفي ليه وفايدته إيه؟ فايدته إيه؟ أنت مستكتر على ربنا يتكلم 8 أصحاحات في كل الكتاب المقدس عشان يشجع العلاقة الجنسية العاطفية. يا حلاوة هذا الدين، يا جمال هذا الدين. وعلشان الصورة توضح أكتر نشوف تفسيرات من كتب مسيحية للسفر، ونشوف التفسيرات اللي عرضها الأخ الفاضل معوض توفيق الذهبي، وهترك رابط الحلقة كامل في صندوق الوصف إن شاء الله. طيب الأوضاع الجنسية بحسب العلماء المسيحيين جابوها منين؟ من سفر نشيد الإنشاد. ده كلام المسلمين؟ لا، ده مش كلام المسلمين. تعالوا نفتح كتاب الرد الوافي على تساؤلاتك الجنسية. المعاشرة الزوجية، هل ممارسة الجنس الفموي مباحة بين المتزوجين؟ وقالوا كلام طويل، بس من ضمن استشهاداتهم في هذا الكتاب استشهد بنصوص من سفر نشيد الإنشاد بتدل على أن ممارسة الجنس الفموي شيء عادي كويس جدا عند المسيحيين. قال كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمارته حلوة لحلقي. نلاحظ في نشيد الإنشاد 2-3 تقول الآية وثمارته حلوة لحلقي. يبقى علماء المسيحية بيستشهدوا على الأوضاع الجنسية منين؟ من سفر نشيد الإنشاد. احنا اعتراضاتنا على سفر نشيد الانشاد من اجل الالفاظ الشديدة الفحش في كتابك. رشيد ذكر السرة في سفر نشيد الانشاد بس ما قالناش ما معنى السرة في الكتاب المقدس بحسب الرأي الحرفي. نفتح كتاب تفسير يقول سرتك كوب لا يفرغ من الخمور، سرتك كوب لا يفرغ من الخمور، الوصف جريء، وتشبيه السرة بكوب لا يفرغ من الخمر يعني الإشارة بها إلى العضو النسوي إشارة لطيفة. يعني معنى السرة في الكتاب المقدس معناها العضو النسوي، معناها العضو النسوي. وأيضا
من النصوص اللي احنا بنعترض عليها في سفر نشيد الانشاد، واحنا معترضين على السفر كله وعلى الكتاب المقدس كله. نص اخر يقول: حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه احشائي. وطبعا ترجمة الفاندايك المدلسة ما قالت لناش ما معنى الكوة. بحسب الترجمة اليسوعية بتقول: حبيبي ارسل يده من الثقب فتحركت له احشائي. يعني ايه بقى الثقب يا رشيد؟ نفتح كتاب تفسير. يقول: ومد حبيبي يده من الثقب فاهتزت له احشائي. تعني الاحشاء في المفهوم الشرقي موقع الاخصاب او الانجاب. اظن شكلك وحش قوي 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 يا رشيد. ويقول: وتعني الاحشاء في هذه الايه ما تعنيه في اشعياء 63:15، اي الشهوه والهوى، ولذا تظهر بادرة الحبيب في محاولته فتح الباب بالقوة إشارة إلى عنف حبه. الحبيب عاوز يفتح الباب بالقوة ويقول لك كلام مش جنسي. قال إن اليهود كانوا بيقرأوا سفر نشيد الأنشاد في الأفراح وفي الزواج، على عكس ما بتقول الكتب المسيحية إن نشيد الأنشاد كان يقرأ في الخمارات. افتح معايا كتاب آن ماري لاتيه نشيد الأنشاد. تقول: ولكن في الوقت نفسه أكد بعض الكتاب أن هذا النشيد كان يقرأ في الخمارات وكأنها أغنية خمرية. يبقى بطل كذب شوية يا رشيد. نشيد الأنشاد كان يقرأ في الخمارات، ودي برضو من أحد اعتراضاتنا على كتابك وعلى سفر نشيد الأنشاد. بعد كده قال إن هو مش مطلوب منه إن يقرأ هذه النصوص على أخته، وإن أخته بتنتفع بيها مع زوجها، وأمه بتنتفع بيها مع أبوه، وإحنا لا ملناش دعوة لا بأمك ولا بأختك يا عم. بعد كده قال: تقدر تقرأ آية ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. بنقدر نقرأها، وعندنا محطات إذاعية للقرآن الكريم سواء عبر الراديو أو التلفزيون. وده كان ردي على رحوم الحرامي وخير الأرجوز اللي كانوا قاعدين يهبدوا ويهرتلوا زي الستات ويقولوا إن روحت الإسلام علشان يساعدني في الدعارة، ونسيوا إن الدعارة كلها عندهم، وأبوهم برسوم المحروكي نموذج يحتذى به في الدعارة، وخاصة أنه راجل دين مسيحي. ونشوف الفيديو اللي بيوضح الدعارة موجودة فين يا حرامي أنت والأرجوز. إلى جانب الاعتداءات الجنسية على الأطفال، تحاول الكنيسة التستر على جرائم أخرى. كهنة في جميع أنحاء العالم يتحرشون جنسياً براهبات يخضعن لسلطتهم. أشبعت رغبة الأب ماري دومينيك الجنسية فمويا، وقد حثني على ذلك عبر إيماءات وإشارات. المرأة المؤمنة الراهبة التي وهبت نفسها لله وتم استغلالها جنسيا في الكنيسة تعاني من جروح غائرة في كيانها تدفعها حتما للتشكيك في معتقدها. تضطر راهبات كثيرات ممن اغتصبهن قساوسة إلى ترك سلك الرهبنة عندما يحبل. يعطي الكهنة المال لرئيسات الراهبات، وهؤلاء يرسلن لهم الراهبات. هذه دعارة، هذه دعارة، هذه دعارة. حقا إنها دعارة مقدسة يا سادة. هذه بضاعتكم ردت إليكم. وده كان الجزء الأول من حلقتنا النهاردة، وننتقل بقى للجزء الثاني. اللي معروض على الشاشة قدام حضراتكم محادثة بين واحد مسيحي اسمه سامح وخير الأرجوز. بدأ الأول خيري بمراسلته وعرفه بنفسه وقال له: أنا كنت عامل فيديو مع دكتور محمد رحومة. هنا بقى سامح قال له: هل وصلك المبلغ اللي بعته لك؟ قال له: مفيش حاجة وصلت. فسامح قال له: ازاي يعني؟ انا بعت لك مبلغ $500 على حساب الدكتور رحومة لما كان فتح التبرعات ليك. رد خيري وقال له: صدقني مفيش حاجة وصلت. وهنا اعترف وقال: انا في الخرطوم انا والاولاد. فسامح قال له: علشان كده اتواصلت معك شخصيا. الظاهر ان سامح كان شاكك في محمد رحومة انه بياخد التبرعات ليه ومش بيدي الفلوس لحد. فخيري قال لسامح: اتصل بالدكتور رحومة وبلغه ان المبلغ ما وصلش. سامح بقى قال لخيري:
لو حبيت أرسل لك مبلغ هيكون إزاي؟ فقال له عن طريق ويسترن يونيون، وبدأ يشكي ويستعطف سامح ويقول له أنا مش في أمان، ودي بلد عربي ومعرض في أي وقت لخطف الأولاد أو القتل. وبعت صورة جواز سفره علشان سامح يبعت له فلوس عن طريق ويسترن يونيون، وده اللي هوضحه في الرسالة الصوتية دي. سلام أستاذ، شكرا لتعب محبتك، نشكر ربنا كتير. أنا الحمد لله الأولاد كويسين وإحنا كويسين الحمد لله، نشكر الله. ماشي، بكتر ألف خيرك يا فندم. شكرا، شكرا خالص لحضرتك. ده أستلمه من ويسترن يونيون، ده شركة الصرافة. بعت رسالة صوتية. سامح قال له وهل رحومة ساعدك بحاجة؟ فرد عليه طبعا الفلوس اللي حضرتك أرسلتها له أخدها، مفيش حاجة يا فندم. وطبعا اتفق معي إن أعمل الفيديو ويساعدني، وقلت له مش لاقي أكل للأولاد. وأكد على سامح وقال له خلي الناس اللي بتتبرع تتواصل معي حتى نبعد عن رحومة، لأن رحومة أخدني كوبري. فطبعا سامح قال خيري معلش، سجل رسالة صوتية اشرح تفاصيل علشان اسمعها للناس. فسجل الرسالة دي اللي هنسمعوها دلوقتي. انا عملت الحلقة دي، هو كان وعدني انه يساعدني ويبعت لي فلوس، وانا قلت له انا اللي الكنيسة هنا بيساعدني وجاب لي ساكن ب 45 ألف، وقلت له انا مش لاقي اكل العيال، هو ما بعتليش اي حاجه خالص. قال لي بعد الحلقه حوالها تجيلك، ولا في حوالها جت ولا في اي حاجه شفتها منه تاني. اقول كل يوم بلغ، بعد راح هو عمل لي بلوك، عمل لي بلوك على الماسنجر عشان ما بعد يطلب مني اطلع معاه تاني الفيديو تاني. قلت له مش هطلع في الفيديو تاني، انا ما خدتش حساب الحلقه الفيديو اللي انت عملته، انا عايز اكل العيال، انا غاوي اطلع على النت، انا عايز اكل العيال، انا عايز الناس تعرفني واكل العيال، اجيب لهم اكل عيال عيش حتى ما فيش. ولكن هو برضو اصر انه ما فيش اي حاجه، عباره عن اي حد بعت له اي حاجه ياخدها وما يرضاش يديني اي حاجه، ما فيش حاجه وصلت. ودي كمان رسالة صوتية بيعترف فيها ان الكنيسة المصرية هي اللي ساعدته في الخروج بأولادي من مصر للسودان، مش رحومة اللي ساعده. يا أستاذ الفاضل، هو ما ساعدنيش في دخول السودان. أنا مش عايز أتكلم، أقول لك عشان خاطر مين اللي ساعدني لدخول السودان؟ مش هو خالص. هو كان بيتكلم قرقش ابني وأنا أساعدك وأنت اللي عايزه وتعالى أعمل معايا حلقة ومش عارف إيه، كان كله قصد هو كده، إن هو ما ساعدنيش لدخول السودان. هو كل ما في الأمر قاعد يحمس في ابني. لما سبت الدكان وسبت دنيتي كلها في اسيوط وعشان انفذ العيال، وطبعا الناس اللي عملت كده كتر الف خيرهم، لا يمت الصله برحومه للدكتور محمد رحومه. الدكتور محمد رحومه هو مش هو اللي وصلني لحد بره السودان، ولا يفهم اي حاجه ولا يعرف اي حاجه، بس هو يطلع على القناه يتكلم بس كده، عايز يقول انا عملت وعملت وعملت وعملت، هو ما عملش حاجه. هو بياخد مجهود ناس، مش عايز اذكر اسمائهم عشان الناس دي منها ربنا بتعمل عمل للخير في الخفاء، مش زيك زي ده. ناس متدينه من الدرجه الاولى، كتر الف 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 خيرهم، انما الدكتور محمد رحمه الله يسامحه. الاراجوز اعترف عليك يا حرامي، الراجل ما اخدش حساب الحلقة يا حرامي. لو انت بتوعد النصارى بفلوس علشان تطلع تسجل معاك علشان يقول الكلام اللي انت عايزهم يقولوه، وبعد ما تلم عليهم التبرعات تعمل لهم بلوك وتقول لهم باي باي، صحيح حرام ونصاب حتى على المسيحيين نفسهم، بس غبي غبي، ومن السهل جدا انك تقع، والمسيحيين نفسهم هم اللي قرفوا منك وبيعترفوا عليك يا حرامي. سلام ونعمة المسيح يا اخواتي. فيديو سريع كده عن الأخ الأستاذ الدكتور البروفيسور محمد رحومة الدكتور. وقف شوية
سرقتك للناس، وانك تقعد تقول للعبرين اللي عارفوا الحق دي المسيح ان هو متنصح. لكن احب اوريكم اتنين فيديو كده المساعدة بتاعته، مرة طلعها بدكتورة ياسمين ومرة بتفيدة. شوفوا معنا الاتنين فيديو وقارنوا بنفسكم. قعدت حوالي سنة ونص تمام. وفي اخر السنة ونص الاربع شهور الاخرانيين تعبت قوي في البحث، تعبت قوي 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 قوي. استنجد وتطلب العون، يعني انه خيمتها مكسورة عم بتنقط مي على الاولاد وخيمتها صارت كلها مي، فرشات السجادة عم تقول ما في مي. ايوه نفس مدرسة وحيد ورشيد وكله، انتوا كلكم ما بتعرفوش تعملوا حاجة غير كوبي بيست. وقفوا كلام عن عابرين، انتوا سوقتوا سمعة الناس اللي فعلا جاية يسوع المسيح. بسببكم كتير مسيحيين وسبيشالي في مصر اقباط ما بيصدقوش العابرين، كل ده علشان انت تاخد العشور بس بتاعت المسيحيين. ده بس اللي فضحه قدام النصارى، ده واحد مسيحي تاني بيقول انه حرامي كبير ونصاب وكمان بيقول انه بيشتري العابر $50. ظهر اليوم حرامي جديد اسمه الدكتور محمد رحومي. ليش وافق محمد رحومي اليوم انه يعمل هيك؟ وافق لانه اولا اذا ما بيرضى بيفضحوه بانه بيشتري العابر $50. طبعا مش عابر، هو انسان كذاب بيطلع بيمثل انه عابر $50. بيفضحوه بانه بيشتري العابر $50. طبعا مش عابر، هو انسان كذاب بيطلع بيمثل انه عابر $50. هو بصراحة مش حرامي جديد، هو حرامي قديم، وانتوا كنتوا عارفين انه حرامي وهارب من احكام بالسجن في قضية اختلاس، بس انتوا لما اختلفتوا طلعتوا وفضحتوا، فشكرا لتعاونكم معنا. وعلشان انا عارفة ان في مشككين بقى هيطلعوا ويقولوا ان ده مش صوت خيري، اقول لهم حاضر، الحلقة الجاية هعرض اعترافاته بفيديو صوت وصورة، فانتظروا التسريب الثاني في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. ودي تعتبر تاني صفعة على قفاك يا رحومة، ولسه مش هتكون اخر صفعة، انتظر مني المزيد بامر الله. وعايز اقول لك رسالة اخيرة، اوعى تفتكر ان المسيحيين بيحبوك، لا لا ابدا، هم عارفين ان انت حرامي وعارفين ان انت جاي المسيحية علشان تهرب من الحكم اللي عليك. انت بالنسبة للمسيحيين بمثابة كلب مأجور، هم مأجرينك علشان تشتم في الاسلام، لكن لا بيحبوك ولا اي حاجة من هذا القبيل، انت بس بتاخد دولارات علشان تشتم في الاسلام مش اكتر، وكل الناس اللي حواليك دي بتسقف لك علشان انت بتشتم في الاسلام، وهم عارفين ان انت لا تعرف حاجة عن المسيحية ولا عن الاسلام. مع تحياتي نهى السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.